امرأة في مصر، مدام لبنى عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مدام لبنى، اخبار حضرتك؟ ازيك يا استاذ اسامة، عامل ايه؟ ازي تمام صحتك والله الحمد واخبارك لله. ايه؟ الحمد لله. ايه رأيك في المناهج واللي بيحصل فيها في رابعة ابتدائي؟ لا طبعا، يعني ما انت شايف الدنيا كلها قايمة، ما قعدتش طبعا، ويعني ما فيش اي تناسب ما بين المرحلة العمرية وبين المناهج اللي بياخدوها، ولا كم ولا كيف. وبعدين أزمة رابعة ابتدائي يا أستاذ أسامة كشفت فضايح ومهازل، يعني صدمتنا كلنا، أولياء الأمور كلهم باعتين حقائق وحاجات من المدارس، مدارس التربية بالذات كلها مدارس من غير مدرسين، وفي مدرسين قاعدين مش لاقيين شغل في مدارس. فأنا مش فاهمة بصراحة، يعني لا الوزارة موفرة مدرسين للمدارس ولا موفرة عمل للمدرسين اللي قاعدين من غير شغل، وأولياء الأمور مش قادرين يتابعوا، والمدرسين نفسهم مش قادرين يوصلوا، والأطفال مش قادرين يحصلوا أي حاجة. ويعني نتيجة الهوجة اللي حصلت دي، جه الوزير وقال لك خلاص الامتحان اتأجل بتاع نوفمبر أو بتاع أكتوبر، يعني مش هيكون أول نوفمبر، وهنضم الاتنين مع بعض، بدل ما يبقى 10 دروس يبقى 20 درس، وبدل ما يبقى مش عارفه 15 يبقى 30. طبعا يعني دي مهزله وتخبط، وكتب لسه الناس ما استلمتهاش لحد النهارده، والمشكله طلعت الدبوس. يعني اي موضوع الدبوس بصراحه يعني، ما هقول لك ليه برضه يا مدام لبنى. منهج رابعه ابتدائي مثلا يعني انا بقول فيه كام ورقه؟ شوفي قد ايه؟ 300 وشويه صفحه، يعني المنهج ده العلوم اهوت 242 ورقه بالاضافه الى 7 ورقات، يعني قولي داخله على 300 ورقه. ده منهج العلوم. تمام منهج انا تمام معايا، لو انت متابع البث المباشر دلوقتي، انا معايا مثلا منهج الرياضيات حاجه كده زي، ايوه بصي عارفه امهات الكتب اللي كنا بنرجع لها في الكليات؟ ايوه هي دي ايوه ايوه يعني. ايوه منهج رابعه ايوه ابتدائي في العلوم في الرياضه 345 ورقه. يا خبر ابيض، يعني معقولة؟ اه طبعا انا معايا الكتب، شوفوا يا جماعه الكتب دي، كتب دي كتب رابعه ابتدائي، اكتر من 11 كتاب، يعني كتير كتير جدا. بالاضافه انا كان معايا واحد من الاداره دلوقتي قال لك هم هيمتحنوا في الاساسيات. ماشي الاساسيات، هنشيل مثلا، هنشيل ايه؟ هنشيل ايه ولا ايه ولا ايه؟ بالاضافه اللي فيه طبعا انت عارفه منهج اولى ثانوي في التاريخ. ايوه طبعا طيب طبعا منهج اولى ثانوي في التاريخ يا فندم جايب لهم في رابعه ابتدائي المصادر الاوليه والمصادر الثانويه يا مدام لبنى. ايوه انا اتخضيت والله يا استاذ اسامه، اتخضيت. مصادر المصادر اوليه انا الاوليه بديه اولى اللي ثانوي. هي ايوه اللي هي اسوأ حته في اولى ثانوي، يعني فاهم؟ ايوه يعني انا بدي الاولى يعني ثانوي مصدر اولي ومصدر ثانوي مش ممكن. والمصطلحات الطبيه اللي الناس كلها بتتكلم عليها يا فندم، بيقول واهميه مثلا موقع مصر، واهميه موقع مصر تخيلي ده، والاستشعار عن بعد، والصور الجويه والصور الفضائيه. يا خبر ابيض يا خبر ابيض، معقوله اه طبعا ده قال طبعا. جغرافيا اولى ثانوي على تاريخ اولى ثانوي؟ يا خبر ابيض، وخلي بالك لا يعني المنهج كله جغرافيا بس، طقس ومناخ وبيئات مصريه وموارد طبيعيه، كل ده موجود في منهج رابعه ابتدائي. تخيلي يا يعني فندم. بصراحة أنا مش، يعني الناس بتصرخ عندها حق تصرخ، والناس كلها بتشتكي ويقول لك مصطلحات طبية بالنسبة للأطفال زي دول. واحدة والله بعت لي مدرسة إنجليش بتقول لي أنا بشغل القاموس الناطق عشان أنطق الكلام لابني صح، دي مصطلحات طبية أنا مش عارفة يا أنطقها. فندم في يعني صفحة معلش، في كونكت، في إيه كونكت، التشوق يعني؟ في كونكت صفحة يعني ستة، إيه؟ صفحة ستة جايب الجهاز الهضمي بالإنجليزي. تمام؟ يا خبر تخيلي ابيض بقى يا يا خبر فندم ابيض، العلوم، العلوم كنت جايب حتة، ونورهان عبد الرحمن اللي هي الصحفية ومعظم الصحافة جايبين اللي هو أهو الجهاز الهضمي للإنسان، موجود عند تانية ثانوي. ايوه شفت الصفحتين دول، الوزير طلع بينفي الكلام ده، لا بيقول الكلام موجودين ده مش اهو، الكتاب حقيقي. ما اهو الكتاب موجود. انا سالت مدرس احياء قال لي اه هي بس مش كتيره زي الثانويه العامه، بس ما ينفعش نطالب رابعه ابتدائي. يعني ده احنا اول ما كنا بناخده الجهاز الهضمي ده كنا بناخده سنه سته، ومجرد بس معلومات بسيطه ايوه اهو بنعمقها اكتر في ثالثه اعدادي. ده الجهاز الهضمي يا انما فندم، يا خبر انا شفت الكتاب، شفت صوره الكتاب يا استاذ اسامه. واجهزة الجسم وبعدين بقى، معلش اجهزة الجسم عند الكلب وعند اللي مش عارف ايه والحاجات دي كلها، وحاجات غريبة موضوع كده. كمان الكتب اللي لسه نازله، مع ان الكتب الخارجيه انا مش فاهمه يعني ايه، المفروض الكتب الخارجيه مصدرها بتجيب من كتب الوزاره، اه ازاي الكتب الخارجيه تنزل قبل كتب الوزاره؟ طبعا دي صفقه باينه جدا مش محتاجه ان حد يتكلم.
يعني مش محتاجه ان حد يتكلم، حاجه باينه وضوح الشمس، المصدر المفروض فين؟ في الوزاره. تمام. طب الوزاره اصلا ما نزلتش الكتب، الكتب الخارجيه دي طلعت امتى؟ مانيش عارف يعني بقى الناس يعني. تبقى دفع ثمن الكتب المدرسيه بالالوفات وما تاخدهاش وتنزل الكتب الخارجيه قبل كتب الوزاره، فالناس تضطر تشتريها. طب لما انا هشتري الكتب الخارجيه ادفع فلوس كتب الوزاره ليه؟ لا يعني بصراحه بص يا استاذ اسامه، هي ازمه بتاعت رابعه ابتدائي دي بجد كشفت حاجات، دي لازم تتحط الملف ده كامل قدام النائب العام، لان هنا بقى مش هنقول قدام الرئاسه، ولا لان حتى الرئاسه بتخضع لقانون وقانوننا، فالمفروض الحاجات دي يتعمل فيها بلاغ للنائب العام، لان حتى بما فيها الهيئه الحاكمه بتخضع للقانون المصري. فانا شايفه ان اللي حصل والتجاوزات اللي حصلت والفضايح اللي كشفتها ازمه رابعه ابتدائي اكبر من الازمه نفسها، الفساد ده واللي بعدين معلش يعني هو المساله ما بقتش مجرد ان الوزير يطلع في برنامج في مؤتمر حضره سياده الرئيس ويطلع هو قدام شاشات عرض الكترونيه ويقول احنا طورنا كذا وكان كذا ويحرك بالحاجات وقنوات مش عارفه ايه ويبين ان في تكنولوجي وفي تطوير، مع ان اصلا البناء من جوه الجسم مسوس، الجسم ايوه. كله خربان. انت بتتكلم في ايه؟ هي ما بقتش المساله مجرد مؤتمر اتعمل قدام الناس وتحرك لي شاشات عرض قدامك وتقول احنا طبقنا ده وعملنا ده، التابلت اللي انت جبته محدش استخدمه اترمى حته حديده وكان وسيله للغش، الولاد بتوع ثانوي لحد دلوقتي ولا تعرف احنا هندخل بكتاب ورقي ولا اوبن بوك ولا النظام الجديد ولا النظام القديم، وبقينا شهر 11 يعني يعني شهرين ونص السنه تيجي ونتفاجئ بعد كده بقرارات، المفروض الحاجات دي تتقال تبقى واضحه من قبل ما يبدا العام الدراسي. يعني والتشعيب، سنه والتشعيب رابعه محدش يعرف وسنه عنه حاجة. التشعيب اللي لحد دلوقتي مش فاهمه في ايه، وسنه رابعه اللي كشفت المهازل والمدارس اللي من غير اللي لما انت عندك عجز في المدرسين وعندك في القوى العامله ناس مش لاقيه تشتغل، ناس مش لاقيه مدارس تشتغل فيها، سبحان الله. يعني هي الدولة مش قادرة تتحمل مرتبات مدرس الحد الأدنى، يعني هي المرتبات اللي بتديها المدرسين بتعيش بني آدم؟ ما احنا عارفين إن احنا كلنا بنعتمد على الدروس الخصوصية وماله، بس ما بقاش إجبار. يعني أنا هقول لك أنا بدي مدرسة بتدي دروس خصوصية، أيوة بدي دروس خصوصية للي بيختار، للي عايز يقوي ابنه، للي معاه يدفع. ما بيبقاش جبر وقهر والزام على الناس اللي مش لاقيه تاكل تروح تدفع دروس خصوصيه، يا اما ولادها يضيعوا. لا ده كده مهزله. انا مدرسه وانا مستفيده، اول واحده مستفيده من الدروس الخصوصيه ومتضرره من عدم وجودها، بس في عداله في رحمه، بمعنى اللي عايز ياخد ياخد، اللي معاه يدفع يدفع، اللي معهوش من حقه يتعلم. لكن انت كده خليت المساله كلها دخلت في بعض، مدارس من غير مدرسين، الحصص كلها في مدارس، والله يا استاذ اسامه في مدارس لحد دلوقتي بقول لك ما دخلش لسنه رابعه مدرسه انجلش، ما اتفتحش الانجلش، وواحد مدرسه تانيه المدرسه قعدت هوم ورك للولاد من صفحه واحد في كونكت ده ولا اسمه ايه، من صفحه واحد لصفحه 24 ما شرحتش كلمه. اما الناس كلها بتتكلم، عارف لو واحد ان يا استاذ اسامه انا اول مره يجي لي تعليقات بالكم ده على فيديو، لما يجي لي 14 و15 الف تعليق من على مستوى الجمهوريه كل الناس بتاكد كلام بعض. لا ده دي حقيقه واضحه وضوح الشمس، دي حاجه مش محتاجه تتحط قدام لا دي حاجه محتاجه تتحط قدام النائب العام. ازاي مدارس من غير كتب لحد النهارده؟ ازاي مدارس من غير مدرسين؟ وازاي عندك مدرسين قاعدين في البلد مش لاقيين يشتغلوا ولا لاقيين مدارس يروحوها؟ يعني انا ما شفتش تطوير ايه وتعليم ايه وخطه ايه؟ خطه ايه اللي انت بتعملها؟ عندك مدرسين وعندك بطاله مش لاقيين مدارس يشتغلوا فيها، والمدارس كلها عجز، ولدرجه ان الوزاره منزله وتقول تروح تتطوع من غير فلوس. يعني ايه تطوع من غير فلوس؟ يعني ايه تطوع؟ مش مهم الخبره؟ اما انتوا مش هتجيبوا حد كمان لاولادنا يدرسوا لهم على الاقل عنده خبره قبل كده كام سنه وعنده احتكاك؟ يعني ايه مش مهم الخبره؟ هو سد خانه وخلاص؟ طب ما تعين في القنوات الشرعيه، ايه المشكله؟ ما ترجع مع زمان كان كليه التربيه بيخرجوا من الكليه على التعيين على طول على الحكومه.
ما انت او عايز يا عندك عيني المجال انت 36000 فاضي. ألف 36000 الله ولا 120000 يا اللي بره دول. سيدي، يفتح المجال، يفتح المجال، خلي كل مدرسة تطلب اعلانات وتطلب مدرسين، هتلاقي الناس بالطوابير بالهبل، كل البلد قاعدة عندك. يعني القوة، قوة المدرسين اللي شغالة ربع القوة الموجودة في المجتمع. مدرسين قاعدين مش لاقيين مدارس، ومدارس مش لاقية مدرسين، وطلبة ما معاهمش كتب، والمناهج ملهاش أي علاقة لا بالسن ولا بالعمر ولا بأولياء الأمور ولا بأي طالب. والكم اللي كان 8 دروس بقى 48 درس. إيه ده؟ إيه ده؟ طب أنا انت ما عندكش اتهديت يا معلومة، أستاذ أسامة. ما عندكش معلومة ان تالتة ثانوي هتخش بالكتاب ولا لا؟ ولا في أي حاجة بينا والغموض ده، إحنا اللي بندفع ثمنه في الآخر. أنا مش فاهمة بعد الفجاعة بتاعت السنة اللي فاتت، الناس لسه ساكتة، هم ساكتين ليه الوزارة؟ يعني خلاص قلنا كانت اول سنه واول تجربه، من المفروض قبل ما يا استاذ اسامه الثانويه العامه دي عقد ما بين الدوله وبين المواطنين. انا قبل ما ادخل لازم اكون عارفه انا داخله على مواد ايه، همتحن بانهي طريقه، همتحن يوم ايه، همتحن على اساس ايه. انما لحد دلوقتي ولا طب، احنا الناس كلها شغاله على النظام الجديد اللي هو هنشتغل اوبن بوك، بغض النظر ان الكتاب ما حدش فتحه السنه اللي فاتت في الامتحان. دي موضوع تاني، دي نقره تانيه. انما هنستعد احنا للامتحان، نبدا نحفظ على النظام القديم ولا نبدا هيبقى اوبن بوك؟ طب لما اوبن بوك ما اعلنوش الكلام ده ليه؟ واكدوه ووضحوا الحاجات دي ايه؟ فين التوضيح، وفين الوضوح، وفين الحاجات اللي بتتحط قدامنا، وفين الاستراتيجيه اللي بيتكلموا عنها؟ انا مش شايفه اي حاجه. انا اتفاجئت. انا كنت عامله فيديو عن الثانويه العامه الاسبوع اللي فات، عن ان فعلا البيوت محتاجه تاهيل نفسي قبل ما تدخل ماراثون الثانويه العامه. اتفاجئت بان كل الناس سايبه الثانويه العامه وبيكلموني على ازمه رابعه ابتدائي. وانا بصراحه انا كنت سامعه بس ما كنتش عارف الموضوع. يا دوبك بس نزلت على صفحتي يا جماعه المدرسين واولياء الامور، يقولوا لنا ايه مشكله رابعه ابتدائي، لقيت كارثه. المشكله بقى اللي ورا الكارثه دي، اللي ورا الكارثه دي كتب باسعار خرافيه، دي كتب الوزاره وما اتاخدتش. هتقولي ما هي نزلت النهارده، بعد ايه؟ بعد ما بقى لهم شهر واشتروا الكتب الخارجية. كل اشترى الكتب الله، الخارجية. طب ايوه كله اشترى الكتب الخارجية. وبعدين الكتب الخارجية جابت منين الكلام ده؟ ما جابته من كتب الوزارة. ايوه يبقى انتوا كده بقى، يبقى انتوا في تعمد بقى ان كتب الوزارة تنزل بعد ما الناس تشتري الكتب الخارجية. الله، هو هي صفقات لمين، على مين، على حساب مين؟ يا استاذ اسامة انا بقول لك فعلا موضوع ازمة رابعة ابتدائي كشفت فضايح ومهازل في المدارس تتحط بالك قدام النائب العام. يعني ايه مدارس من غير مدرسين؟ يعني ايه في اقول لك مدارس عملت فتره ثانيه وفتره ثالثه، فالمدرسين بيوصلوا مش قادرين يكملوا، مش قادرين يكملوا، والحصه بقت تلت ساعه، والحصص معظمها احتياطي، وبياخدوا المدرسين يوقفوهم على بتوع ثانوي عشان يسكتوهم، وبتوع ثانوي مش معروف لهم اول من اخر. لا فين انا مش فاهمه. انا مش شايفه اي قطاع في التعليم مستقر ولا معروف اوله من اخره. اي قطاع، فين بقى الاستراتيجيه، وفين المنهجه، وفين الخبراء، وفين التطوير؟ تطوير ايه؟ التطوير ده اول حاجه فيه الوضوح، ابقى ماشيه في لاين، انا عارفه رايحه فين وجايه منين. ولا في اي حاجه باينه وداخلين فاضل لنا احنا خلاص يبدا شهر 11، هتبص تلاقي دق دق نص السنه جت. وبعدين في اديني اي جهه واحده في التعليم ماسكه نفسها، اديني اي جهه واحده في التعليم لا البند ده تمام ما عندناش خلل فيه. مدارس مكتظه بالتعليم، المناهج ما حدش عارف يوصلها لا اولياء الامور ولا المدرسين كما وكيفا. اضعاف 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 المنهج. ليه برضو مش فاهمه المنهج اللي الترم اللي كان بيتاخد فيه 8 دروس داخل فيه 48 درس؟ بمعنى انا مش مستوعبه، لولا ان كل الناس وحضرتك الكتب قدامك في ايدك، دول ان كل الناس بعد تقول الكلام ده. واقول لك اول مره يا استاذ اسامه الاقي كومنتات وتوصل ل 15000 بني ادم على مستوى الجمهوريه يبعتوا يقولوا نفس الكلام، نفس الكلام. وبعدين معلش، ما هو هو ال ال لما في بقى خطه محطوطه وفي خبراء حاطين، احنا مهما بقى لو كنا ضربنا الدبله في الحيطه ما كانش هيغير حاجه، لانه عارف هو بيعمل ايه. اول حاجه عملها بعد ما كان طلع قايل قبلها بيوم لا الامتحان اكتوبر في ميعاده في اول نوفمبر، راجع بعدين الهوجه دي تاني يوم قال لك لا اتاجل بقى هندمج ده مع ده. ايه ده؟ ايه ده؟ والله احنا انت بنضم صوتنا لصوتك، واحنا اول حاجه عاوزين نعرف التشعيب امتى، عاوزين نعرف
الطلبه هتمتحن ايه في الثانويه العامه، عاوزين نعرف ان منهج رابعه ابتدائي ممكن نخليه الترمين مع بعض بدل ما يبقى ترم واحد، عاوزين تخفيف مناهج، عاوزين نعرف هنمتحن تابلت ولا ورقي ولا هتبقى ازاي، عاوزين نعرف اولى ثانوي هتستلم التابلت امتى لان مفيش عن معاها كتب اصلا، كل ده عاوزين نعرفه، عاوزين نسلم الكتب تابلت لاولادنا. تاني يا تابلت تاني يا استاذ سيبك، تابلت تاني، ما ما التابلت في الاخر ما تطبقش، يا فندم ما هو اللي قال تابلت تاني ليه؟ التابلت في المخازن، ما هو قال التابلت في المخازن هيتسلم الشهر في اول 11. زي الكتب يعني، حاجة غريبة لما والله. نشوف. وتاني ولو هو حاجة في المخازن سايبها في المخازن ليه يعني؟ مش فاهم. يعني على ما الطلبة تدفع، اه ده موضوع تاني بقى. لان هو لغاية طيب دلوقتي بس يا طلبة سلام، اللي احنا ان شاء الله كده على بكره كده، ان شاء الله كده نعمل بقى كده، بس كده ان شاء نشوف الله. بقى الدنيا ديت شكلها ايه، لان كده الموضوع لا بقت ازمه ثالثه ثانوي ولا بقت ازمه رابعه ابتدائي، لا دي ازمه تجاوزات وفضايح في التعليم بانت، وفي المدارس وفي المصاريف وفي الكتب، مليون ثغره هنتكلم فيها تمام يا فندم، بسيطة بسيطة. وأنا أتشرف ان إن شاء أنت الله تعملي بكره بث باذن مباشر الله. من على يحدث في التعليم، ممكن تعملي من على صفحتنا على الفيسبوك يحدث في التعليم. إن شاء الله يا إن أستاذ شاء الله حسين، يا إن شاء فندم، الله شكرا بإذن ليك الله. يا فندم على الإضافة تحياتي الجميلة دي. للجميع وربنا معانا جميعا إن يا شاء رب الله إن يا شاء فندم، الله. شكرا ليك يا ماشي يا فندم، أستاذ، مع مع السلامة. ألف سلامة مع يا فندم، السلامة. عفو، مع السلامة. أنا بشكر أجرأ امرأة في مصر اللي هي دايما بتدافع عن كل الطلبة، مدام لبنى عبد العزيز، سواء ثانوية عامة سواء ابتدائي سواء إعدادي، هي واقفة في ظهرهم. فيا رب اجعلها خير لينا ولولادنا ولكل حبايبنا في كل مكان.